أعزائي المشاهدين، الناس الجميلة، جبت أنا شوية حاجات كده من أمازون، قلت أشارككم فيها. يعني كنت محتاج كارت ميموري، زي ما انتوا شايفين ده الكارت الميموري، نوعه كيوكسا تقريبا على ما أظن، يعني على قد ما أنا قادر إن أنا أنطقها. ده 32 جيجا، وبصراحة إمكانياته رائعة جدا. اتصال، يعني أنا شايف إن إمكانياته رائعة جدا جدا. لو هنشوف مع بعضينا كده، بيدعم ده للأندرويد ده للتليفونات. أنا جايبه طبعا عشان التليفون. السرعة بتاعته بتوصل ل 100 ميجا في الثانية، تقدر، أو هو سبورت للفول اتش دي، الفيديو ريكورد، ووتر بروف، عشان لو انت هتنزل بالتليفون ده الميه ولا حاجه، ولا يحصل بلق ولا حاجه، وضد الصدمات، بحيث ان لو التليفون وقع ولا اي حاجه ما يحصلش فصل للداتا او كده. لو هتبص هتلاقوا فيه الساعه التقريبيه 28.8 جيجا بايت، وهنا بيشرح ليها بالكامل. جايبه للتليفونات وعليه ضمان 5 سنين، دي حاجة محترمة ونظيفة. وهو تقريبا صناعة صيني، أنا أول مرة أصلا هجربه وأقول لكم الانطباع بتاعه إيه. على ما أعتقد هو صناعة صيني، لأن وهنا كاتبين يونايتد كينجدوم، ولكن أنا أعتقد إن هو صناعة صيني، أعتقد يعني كده. لا، ده ياباني، ده ياباني يا جماعة، طلع ياباني، لأن المصنع نفسه اللي بينتجه في اليابان. ده تمنه في أمازون 81 جنيه، ده تمنه تقريبا 81 جنيه. معرفش بقى السعر دلوقتي، لا، لأن آخر حاجة بصيت عليها دلوقتي لقيته ب 85، فالحقوه بقى لو في السلة وتشتروه يعني. وجبت كابل، هو داتا وتشارجنج وشحن يعني، بس في 3 فئات، في اللي هو اليو اس بي تايب سي، والماكرو عادي اللي هو الطبيعي يعني، وبتاع اللي هو ابل اللي هو اللايتنج، اللي بيقولوا عليه اللايتنج ده، من شركة جوي روم، وتحفة بصراحة، وسبورت للسوبر فاست تشارجنج زي ما انتم شايفين، 66 واط، فده حاجة رائعة يعني. وادي التليفونات برضو اللي بيسبورت ليهم كلهم، هو فاست شارجنج، هواوي، شاومي، اوبو، سامسونج 6 اي سوبر فاست شارجنج زي ما انتم شايفين. وادي دي، واصلا جي روم اصلا انا ليا تجربة معايا وكانت رائعة، لما جبت حامل التليفون، حامل التليفون العربية، دي المواصفات بتاعته، 66 واط، فاست شارجنج، اشتغل لايتنج ماكرو. هنفتحه طبعا واوريه لكم يعني دلوقتي. ده الظهر، الظهر بتاعها، بريميوم كواليتي. ده عامل تقريبا في امازون 147.5 بعد الخصم يعني. هنفتحه مع بعض وهنشوفه يعني. قبل ما اوري لكم بس الكيبل، بس حابب اشكر امازون
واشكر بصراحه التاجر على النظافه والتغليفه والباكج، ان هو محافظ عليها وانه مش جايب لي حاجه مستعمله. زي ما انتم شايفين انا طلعت الكيبل اهي. طبعا كارت الميموري بقى مش مستاهل ان انا افكه يعني، بس انا قلت اطلع لكم الكيبل نفسها. ده اليو اس بي زي ما انتم شايفين، ودول ده اللي هو التايب سي اتكلم عليه اللي هو فيه السرعة، وده اللي هو العادي. طبعا عشان انا جايب مشترك في اسمه ايه دوت يو اس بي، فانا محتاج طبعا هيبقى معايا كيبل تاني اقدر اشتغل بيه، وده اللي هو اللايتنج بتاع الابل. وادي لا هو الكابل فعلا حاجة محترمة يعني، حاجة نظيفة ومحترمة. قولوا لنا ايه رايكم، واي استفسارات طبعا انا تحت امركم فيها، هجربه طبعا، ولو في اي حاجه وحشه هكتبها وهقول لكم عليها. مساكم زي العسل.